بداية يعني كل التحية لرئيس ونقابة أعضاء مصر على هذا الترحاب بالوفود، مع تأكيدي على ما أوردته سعادتك ونقيب محامين فيما يتعلق بالأستاذ إياد البو. إياد البو ما كان حامل صعوبة مشقة السفر إلا عشقا بمصر ومحبة بسوريا، وبالتالي أيا كانت القصة اللي واجهت الأستاذ إياد هي كانت بالنتيجة لا علاقة للاتحاد فيها، رغم الشكر الجزيل سواء لك أو للأستاذ جواد اللي تعبوا معنا حتى الساعة 3 الصبح، لكن المساعي بظلها مقدرة. فيما يتعلق بهذا الاجتماع، خلينا استذكر قول بن غوريون في لقائه الثاني في الذكرى السنوية الثانية لما اجتمع بالجيش، الذكرى الثانية لتأسيس الجيش الاحتلال. شو حكى؟ لم ننتصر، ولكن سننتصر حينما نحطم العواصم الثلاث. العواصم الثلاث كان المقصود فيها بغداد والقاهرة وسوريا. امتيازهم علينا انهم اصحاب فكرة مسبقة ويقوموا بالتنفيذ، ونتعامل احنا كعرب بردات فعل. هل هذه الردات الفعل في مكانها في زمانها؟ يعني وبالتالي تعال نشوف المد القومي كان له ظروفه المتقدمة في الوطن العربي، أين هذا المد في هذا الفترة؟ عم بنلاقي هناك تراجع، ولا أثبت من هذا التراجع ما يحدث بيننا الآن. هناك احتلال جديد، في دم، في شهداء، في عسكر، في تخنيع للإرادة العربية، وأمين اتحاد المحامين العرب غائب لعلة فش مؤسسية. الاجتماع يكون ب26 ولا يكون ب1/11، هاي المشكلة الأساس عند أمين العام لاتحاد المحامين العرب. أما من يستشهد؟ أم كم الزوايا؟ قديش عدد كيلومترات عم بدخلوها؟ كم يجري التسليم؟ هل هناك سبق من عدمه؟ لا يعنينا هذا الأمر بقدر الاجتماع يجب أن يكون ب26 ولا 1 شهر. هذا ما قلنا عليه، وبالتالي على اتحاد المحامين العرب الآن إنه يعيد فلسفة العلاقة بينه وبين جماهيره، بينه وبين الشعوب العربية. يجب إعادة صياغة اللحمة بينه وبين هذه الشعوب حتى نستطيع نتقدم. تبين مثلا في مصر لماذا لم ينجح الفكر الإسرائيلي في مخططه؟ كان هناك تحالف أو تلاحم مصري حقيقي بينه وبين بعضه ذاته. كانت مصر أهم للتقسيم، فعاشت وعلمت الأمة العربية هذا التلاحم. هذا التلاحم يجب أن يكون في كل الدول العربية. العدوان مش بس تركي على الأراضي العربية، في هناك احتلال إسرائيلي، في احتلال فارسي الآن بالعراق، لكن ما نشهده من نهضة في الشعوب العربية يجب أن ندعمه، ويجب أن تكون هناك من الوسائل الغير تقليدية، لا من الكتاب ولا غيره، يجب أن تكون هناك فلسفة جديدة في الاتحاد لتعميم هذا الفكر ولغاية العمل على تحرير الإنسان العربي قبل ما أحكي بأي مسألة تانية. فبالتالي هذا ما أتحدث عنه، لابد من إعادة صياغة. أكثر من مرة حكيت لابد أن تكون هناك دبلوماسية خاصة بالاتحاد المحامي العربي. ماذا يعيب على رئيس الاتحاد أو الأمين العام أن يكون سفيرا للأمة العربية خارجي؟ أنا أتحدث أن نأتي لنتحدث في اجتماع وننهي ونروح وتنتهي علاقتنا، هذا ما يحاول البعض، ويجب أن نتفق على بعضنا البعض لكي نستطيع تحويل المسيرة. نعم فلسطين عربية، سوريا عربية. بلاحظ العراق عم تدفع ثمن وقوفها مع فلسطين في الزمانات، هاي الباعة التالية. لبنان يمكن عم تدفع ثمنها، مصر دفعت لكن استطاعت انها تتجاوز. القضية المركزية معروفة، لكن التراخي في اي جزئية عربية بالنتيجة تراخي على جميع القضايا العربية. انا مع اعادة سياسة الاتحاد، لابد من الدبلوماسية. يعني انا والله نخاطب امين عام جامعة العربية، انا بقول الاولى ان نخاطب حكوماتنا ونضغط على حكوماتنا لإعادة سوريا الى صف واخوتها في العالم العربي. كل الشكر.